طيب ما العلاج؟ قال فعليكم أيلزموا، فعليكم بسنتي يعني الزموا طريقتي أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، عضوا عليها بالنواجذ يعني تعض وتتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من قوة. عليكم أيلزموا بسنتي أي طريقتي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل عندنا هنا يقول أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن ليست المحبة كلمة تقال باللسان، محبة يصدقها العمل. تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن هل يمكن إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحلف بغير الله، بالنبي، بالحياة مثلا، برأس أمي، بكذا؟